درنا واحد التقرير على اجور الفنانين وبطبيعه الحال حاجه طبيعيه ان الاجر في الخليج يكون شويه مرتفع على الاجر في المغرب حسب المعلومات وحسب هذاك التقرير ديال اجور الفنانين. رجاء بالمير كتشد في سهره كامله في الخليج حوالي 30 الف دولار يعني 30 مليون ودنيا باطمه سهره في الخليج 60 مليون. انا كناخذ 100 مليون 100 مليون ايوا ملي قلتي 30 وقلتي حتى انا كنك 100 مليون لا على حسب المصادر الا كان شي تكذيب شي صحيح مرحبا قل شويه كاين شي هادشي حتى ب 6 مليون كيخدموا الثمن خيالي اللي قلتي يا اسامه انت 6 مليون كيخدموا بها 7 مليون كيخدموا بها يعني واللي تحداني يجي يكلمني كلشي على المكشوف ترى لان المتعهدين هما اللي كيطلعوا هاد الاسرار المهنيه كيقول لك فلانه خرجت معايا بسبعه وفلانه خدات 8 علاش بعدا كيكذب كيقول لك 25 22 باش ما تبقاش جالسه في الدار بالعكس انا كنأيدها غتبقى جالسه في الدار اللهم بنادم يخرج يخدم له عرس ب 8 ولا 9 ولا يبقى قاعد في الدار اما باش تقول لي 20 مليون ما كايناش هذه 20 مليون ما عندها ولكن هذه خياليه هذه 30 مليون يمكن ياخذها فنان اللي كبير بزاف كاين يوصلها ولكن كفنانين يعني مغاربه ما كيوصلوش كيفاش ولكن انتوما في الخليج كتستعملوا ذاك المصطلح ديال كطيح عليا السوق او كيطيح عليا السوق هذا الفنان نعم كيطيح السوق حيت ما كيبقاش راسي على المبلغ اللي هو طالب اي حاجه كياخذها ليك اي حاجه ان شاء الله ينزل السعر ويجلس في بلاصتك ويغني المهم راه هو طلع بان انا حاليا في العرس فلان فلاني بس ما يبغيش يقول بس ترى غلط كتخربط المواضيع يعني مفروض انت عندك واحد المبلغ وقدره خرج به تقدر تطيح جوج ثلاثه اوكي مساعده او باش تروج خدمتك بحق ماشي ولكن تقدر تكون الشركه كتاخذ هذا المبلغ وكتعطيكم انتم هاد 6 ولا 7 ولا 8 ما كاينش اللي ما عندي ما موقعش ماشي شركه سبونسر نخرج بالثمن اللي بغيت الله يجعلني نغني تفابور.